أنا هيك عم بسجل. طيب إحنا بدنا نتابع في النظريات شباب، تتذكروا إحنا أخذنا نظريات يعني عديدة، ويمكن كتير بسوى إنه ننظر لهذا الشكل اللي هو تشارت، بيعطيني خلينا نقول نظرة شمولية للنظريات. إذا بدنا نتناول النظريات الاقتصادية، يعني في منكم كنا بنحكي قبل شوي من زملائكم أخذ موضوع بحث بتعلق في مثلا يربط واحدة من النظريات مثلا بواحدة من الأهداف، عفوا التنمية، سواء الألفية أو التنمية المستدامة، بنظريات التنمية الاقتصادية. فمثلا شو المقصود في هاي النظريات الاقتصادية، التنمية الاقتصادية؟ يعني هي النظريات اللي يعني تعاملت مع الأهداف التنموية من منظور مختلف، وهذا المنظور كان منظور اقتصادي. بس للتذكير، وهنا بنرد نحكي بعد شوي ملخص عن كل واحدة من هاي النظريات، وفي منكم يمكن من الطلاب من الشباب بده يعمل برزنتيشن عنها. في عندي نظرية آدم سميث، نظرية شون بيتر، في عندك نظرية ليبنشتاين، نظرية ميل، النظرية الكنزية، نظرية نيلسون، نظرية النمو المتوازن، النظريات الكلاسيكية اللي هي اللي أخذناها بالبداية اللي هي روستو، القوة الدافعة أو الدفعة القوية، وفي اللي هي النمو غير المتوازن. طبعا هذا التسلسل أنا بفضل إنه أنا حكيت لكم إياها بشكل عشوائي، بس بفضل دائما تتذكروا إنه بلشت الفكرة بطريقة خلينا نقول حسب التفكير النمطي الكلاسيكي، اللي هي تطورت من عند روستو إلى أن مع الوقت وصلنا لنظريات أخرى، بس كلها هاي بتحكي من منظور اقتصادي. يعني بمعنى إذا بدنا نقارن بيناتها، كلها بيكون بيناتها قوائم أو خلينا نقول قواسم مشتركة. تمام، خلينا نشوف على سبيل المثال. أنا هون بشكل عشوائي اخترت لكم نظرية آدم سميث. هو من يعني لما بتحكي اسم آدم سميث الكل بيعرف إنه هو من الأهم الاقتصاديين. فأي ناس بدرس تخصص تجارة اقتصاد يعني تريد وكوميرس وبزنس ادمنستريشن او بابليك ادمنستريشن، بده مش حي اكيد حيحكي باسم آدم سميث. هذا اسم يعني من الاقتصاديين الكلاسيكيين، كان كتابه بتحدث عن الموضوع بشكل مباشر، عن طبيعة وأسباب. كان اسمه ثروة الأمم، عن ثروة الأمم، كيف بتكون ثروة الأمم، شو المشكلات اللي بتعاني منها الأمم فيما يتعلق في التنمية. أوكي، خلينا نظبط هنا التنمية. أوكي طيب، هلا كمان بنذكر انه آدم سميث يعني كل نظريه بدك تدرسها او بدك تقدم عنها موجز لازم تعرف ايش اهم هذه سمات هاي النظريه. هلا من سمات نظريه آدم سميث على سبيل المثال انها بتعتمد موضوع القانون، فكره موضوع القانون الطبيعي، يعني انه كيف ممكن نطبق القانون الطبيعي في يعني زي ما بصير في الطبيعه في القوانين الناتشرال خلينا نقول له بتطبق بقدر اطبقه في الاقتصاد. يعني كل فرد بيكون مسؤول عن سلوكه الاقتصادي اذا عم نحكي في هذا المجال. حتى كمان من النقاط اللي ذكرها آدم سميث موضوع فكرة تقسيم العمل، إنه هي خلينا نقول نقطة البداية في نظريته لآدم سميث، إنه بناء على فكرة تقسيم العمل طورت هاي النظرية، صرنا نفكر أو نحكي في نظريات أخرى مثل النمو الاقتصادي. وإنه هي هاي فكرة التنظيم أو تقسيم العمل هي اللي وصلتنا لنتائج كتير مهمة في موضوع القوى المنتجة أو قوى الإنتاج في العمل. كمان فكرة ذكرها سميث اللي هي موضوع تراكم رأس المال، إنه هو الشرط الأساسي لموضوع التنمية الاقتصادية. يعني إذا ما كان في تراكم لرأس المال ما بنوصل لحالة من التنمية الاقتصادية، فبالتالي حتى مقدرة الأفراد على إنهم يوفروا ويدخروا، هذه كلياتها بتأثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني. هلأ شوفوا، إذا أنت إذا مواطنين ما عندهم من القدرة على التوفير، يعني كيف إنهم يصيروا يوفروا من أموالهم في البنوك مثلاً، لأنه هذه الإشي بتأثر على الاستثمار. ليش إحنا شو البنود عم تعمل تشجيع؟ لأنه هي بدها تستثمر، ولما بتستثمر من أموال الأفراد في قطاعات التنمية المختلفة، هذا الإشي بيأثر على الاقتصاد الوطني.
عشان هيك كمان الموضوع مرات ما بيكون له علاقة بالغنى أو عدم الغنى، يعني الموضوع مرات بيكون له علاقة بالتعليم. يعني حتى هذا الموضوع اللي زميلتكم يمكن بتحكي فيه، موضوع التعليم وكيف نربطه في التنمية الاقتصادية. يعني إذا أنا تعلمت ثقافة اقتصادية بمعنى أنه أنا بدي أحفظ جزء من فلوسي أو ناتجي ببنك، مش مثل مثلا العقلية القديمة كانت إنه والله احفظهم خبيهم بالبيت بس ما تحطهم في البنك، لأنه هيك أنت بتأثر بشكل سلبي على عجلة الإنتاج والاقتصاد، لأنه هي بتأثر في التنمية الاقتصادية. هلأ دوافع الرأسماليين على موضوع الاستثمار، إنه كيف تنفيذ الاستثمارات بإنها يعني تكون قديش نسبة الأرباح اللي ممكن تخرج من هذا التوفير أو من هذا رأس المال. هاي النقاط كتير مهمة اللي بركزوا عليها الرأسماليين. رأسماليين لأنه بتعرفوا أنه هون بهمهم الربح والعائد، فهاي النقطة كتير بيتم التركيز عليها. هلأ عناصر النمو اللي بعدين بيحكوا فيها نظريات أخرى، اللي هي في الإنتاج بتكون في الزراعة، ممكن في العمل، يعني خلينا نقول هون في هذيك الوقت نظرية آدم سميث كانوا يحكوا إنه الرجال هن اللي بيعملوا. فإحنا أكيد هلأ إذا بدنا نطور ما بنحكي رجال العمل أو الرجل العامل، نحكي عن الإناث كمان، عن القوى العاملة بغض النظر عن ذكور أو إناث. طبعا فيها شوية أخطاء إملائية شباب انتبهوا لها. طبعا هون بنركز على موضوع الحريات والحقوق، مثلا على موضوع حرية التجارة، على المنافسة الكومبيتيشن، على موضوع كيف هاي بتأثر في زيادة التنمية الاقتصادية، إنها بتحفز أو ما بتحفز. موضوع النمو اللي بيحكي فيه آدم سميث، تفترض إنه هو يعني كأنه مثل الشجرة، عندك كيف الشجرة غرسة بدها تنمو بنفس الطريقة فكر فيها يعني آدم سميث. طبعا هون بدي أذكركم إنه نظرية أخرى، إذا بدنا نقارن أو نشوف وجه الفرق بينهم، مثلا نظرية ميل، كمان لما بنحكي ميل هو طبعا الاسم الثاني، بنحكي عن جون ستيوارت ميل، كمان هي نظرية اقتصادية بس ركزت على وظيفة الأرض والعمل، مش بس العمل ورأس المال زي ما حكى آدم سميث، ركز على الأرض، إنه للأرض وللعمل ورأس المال كلهم لهم وظائف. العمل يعني خلينا نقول في عناصر أساسية للإنتاج اللي هي بتركز على رأس المال، وإنه إذا صار في تراكم إله كيف هذا معدل التراكم الرأسمالي كيف بيأثر على توظيف قوى عاملة أخرى في المنطقة وبشكل يكون أكثر إنتاج. وإذا كان في خلينا نقول الأرض، هذا كمان إشي بيعطيه، عشان هيك الاستثمار كتير صاروا يفكروا بطريقة إنه استثمر أرض سواء تأجير أو بيع، وكيف ممكن نعمل فيها مشاريع. طبعا سمات نظرية ميل إنه كيف التحكم في موضوع النمو السكاني، هو بحث هاي النقطة، اعتقد إنه حسب طبعا هو كان بآمن بنظرية مالتس، اللي هو كيف نظرية مالتس بالسكان، اللي هو كيف إنه ممكن ازدياد عدد السكان يأثر على النمو والتنمية. موضوع معدل التراكم الرأسمالي حسب ميل يعني كتير بيأثر على أيضا موضوع الأرباح وتكلفة الأرباح، قديش نسبة الربح مقابل الأجور وهكذا. اتحدث أيضا عن ما يسمى بالميل غير المحدود في الاقتصاد، يعني بمعنى معدل الأرباح ممكن يتراجع شباب بناء على التناقص اللي ممكن نشوفه في حجم الزراعة مثلا أو في حجم عدد السكان، حسب ما قال مالتوس في هذا الموضوع أيضا. فيعني لاحظوا مرات بتكون نظرية بتعتمد على نظرية أخرى وهكذا، فهاي النقاط كمان تذكروها إنه في نظريات تبنى على الأخرى. بنظرية أخرى اللي هي طبعا هنا طبعا بتابع ميل، إنه اللي هو في حالة السكون شو بيصير في حالة السكون، اعتقد ميل إنه ممكن تصير بفترات معينة بيكون فيها عدم خلينا نقول نمو، بصير في زي كأنه توقف عن النمو. هذا الإشي ممكن يصير بفترات زمنية في الاقتصاد، بالتالي هذا الإشي بيتطلب إنه لابد من
هنقول تحسين الأحوال العمال وكيف نحفزهم حتى يصير كمان في توزيع عادل للأجور، وبناء عليها بنقدر نشوف كيف ممكن هذا الإشي يأثر على الدورة أو النمو والتنمية. طبعا دور كمان مل ما أخفق أو ما نسي دور الدول، بمعنى إنه هي إيش السياسات اللي بتوضعها الدولة حتى تكون تعطي مناصرة أو دعم للمواطن أو للتاجر في موضوع سياسة الحرية الاقتصادية، وإنه هو القاعدة الأساسية في خلينا نقول التنمية والنمو. هلا إذا بنرجع للنظريات الكلاسيكية بنلاقي إنه في عناصر رئيسية ركزت عليها، اللي هي 5 عناصر أساسية حكينا عن بعضها، اللي هو موضوع سياسة الحرية الاقتصادية، موضوع واللي هو كتير بتكون مهمة في موضوع الاستثمار، موضوع التكوين الرأسمالي، إنه التكوين الرأسمالي هو شرط أساسي في يعني خلينا نقول في التقدم، بناء عليه بيتم التقدم الاقتصادي. طبعا احنا هون بنحكي مش اي شكل من اشكال التقدم، الربح انه ممكن يكون هو الحافز في الاستثمار، وهذا الاشي اكيد عشان هيك بنشوف كل البنوك عم تشتغل بهاي الطريقة، حتى الافراد بصيروا يدوروا على الربح حتى يكون هو حافز لهم للاستثمار. هلا كمان الارباح انها ممكن تتراجع حسب السوق وحسب المشكلات ممكن في العالم، وموضوع حالة السكون لما بيصير في زي حالة جمود. هلأ نظرية شومبيتر مثلا في المقابل بتحكي عن النظرية، هاي النظرية اللي يعني بتفترض إنه الاقتصاد يعني أهم عنصر فيه أو أهم حالة فيه اللي هي حالة المنافسة، يعني اللي بيحكم الاقتصاد هو اللي بنسميه الكومبيتيشن. فإذا في حالة توازن الاستاتيكي يعني بمعنى عدم التغير، هاي الحالة ما بيكون فيها أرباح، يعني بمعنى بتكون الأمور يعني زي كأنها واقفة، ما في أسعار فائدة، ما في مدخرات، ما في استثمارات، برضو ما فيش يعني تغييرات في المقابل لا سلبي ولا إيجابي، فما في بطالة كمان اختيارية. هلأ شون بيتر بيحكي عن هاي الحالة بسميها التدفق النقدي، هاي الحالة اللي بيكون فيها التدفق النقدي اللي ما بيكون فيها بطالة اختيارية. بطالة اختيارية هي البطالة اللي بتكون زي المقنعة، يعني أنا بختار بشتغل شغل ولكن كأني ما بشتغل، أوكي؟ هاي البطالة الاختيارية. هلأ السمات النظرية شون بيتر اللي هو بيركز فيها على موضوع الابتكار والأرباح وهاي العملية، فمثلا بيركز على عملية الابتكارات وعلى دور المبتكرين في يعني في إنها تخلق أو تعمل هاي عجلة الاقتصاد، وإيش الأرباح اللي ممكن تنتج عنها. فهي هاي العملية يعني بشكل خلينا نقول متكامل أو خلينا نقول الدائري، يعني الابتكار بيؤدي لأرباح وهكذا، والأرباح بتعطي بتساعد أو بتحفز الابتكارات، وبيكون لهم بتحفز المبتكرين لأنهم يعطوا مزيد من الابتكارات. هلأ النظرية الكنزية، أنا هون عم بلخص لكم أهم يعني نقاطها، بعرف إنه في منكم بده يحكي عنها بالتفصيل. الكنزية اللي هي يعني بتهتم بأكثر إشي، ركزت على الدول المتقدمة. حكى كينز بأنه الدخل الكلي هو الأساس في موضوع التشغيل، يعني بمعنى بناء على الدخل بتحدد مستوى التشغيل. يعني إذا كان كل ما ارتفع مستوى الدخل كل ما كان إمكانية التشغيل أكثر، وبالتالي هذا الإشي بيرفع حجم التشغيل وبيزيد عدد حجم الدخل الكلي، فهي حلقة كمان it's a circle. so الأدوات الكنزية والاقتصادية اللي حكي عنها اللي بتأثر في الاقتصاد النامي الدول النامية، هو اعتقد إنه أكثر إشي بنلاقيها مؤثرة في الاقتصاد الدول النامية، اللي هي موضوع الطلب، يعني بتحكي عن عرض وطلب، الطلب الفعال، موضوع الكفاية، يعني هل رأس المال هل هو كافي على الأقل، بسميها الكفاية الحدية، يعني بمعنى إنه على الإدج، يعني على الحفة، ما يكونش يعني ما حكى هو عن الفائض، لأنه الفائض بطلنا نحكي عن قائد اقتصاد نامي، صرنا نحكي عن متقدم. موضوع سعر الفائدة، يعني بنلاقي هذا الكثير بيكون موجود في اقتصاديات الدول النامية. هلأ إذا بتشوفوا باقتصاديات الدول وممكن يكون مضاعف كمان، يعني يزيد عن حده.
بالدول المتقدمة ما بيكون عندهم سعر الفائدة كبير زي عنا. يعني هلأ إذا بتقول لواحد في أمريكا إنه أنا أخذ قرض سكني بدفع عليه 7%، بنجنوا، بقول لك واو، كيف أنتم بتعملوا هيك، كيف عايشين؟ لأنه هون ممكن يكون الاقتصاد عندهم نامي، فمش متقدم، مش محتاجين إنهم يحركوه من خلال سعر الفائدة اللي هو عم بيعتمدوا فيه على المواطن اللي بده يدفعه. سو اللي إحنا ممكن يوصل يعني لأضعاف، يعني تشتري شيء مثلا ب100,000، عبين ما تسده بالدين ويتضاعف سعر الفائدة تلاقيه بالأخير كأنه تضاعف سعر الموضوع. هذا كله يعني نظرية الكنزية. نظرية روستو بتركز أكثر على فكرة الانطلاق، على حكينا عنها المراحل المختلفة في السابق، اللي هو الانطلاق ثم الاتجاه نحو النضج ثم الاستهلاك الكبير، وحكينا عنه في محاضرة يمكن بشكل مفصل، لأنه بروستو بتحكي عن الانطلاق، وحتى حكينا عن التهيئة للانطلاق، هن فعليا 5 مراحل، وعندك النضج والاستهلاك الكبير والرفاه. هلأ ليبتشتاين هنا بيأكد على أنه الدول النامية عندها مشكلة، مشكلاتها الاقتصادية يعني عم تخلق لنا زي كأنه حلقة مفرغة، بسموها بالإنجليزي vicious circle، اللي هي بتوصلنا لحالة من الفقر. يعني بمعنى بتخلينا نعيش بطريقة إنه إحنا معتمدين فقط على الدخل المنخفض اللي عم بيجينا ويدوبك. فبالتالي هو أشار لما يسمى بعناصر النمو، اللي هي بتعتمد على الحد الأدنى من الجهد اللي ممكن يبذله الفرد، وهذا الإشي بيؤدي أو بيوصلنا لإنه تتوفر عناصر المفروض إنها تكون موجودة، وهي بنسميها عناصر موائمة ومساعدة، بتوصل لنا أو بتعطينا إمكانية إنه نرفع أو نحسن في الدخل، وهذه اللي ممكن تتأثر في كثير من العوامل اللي ممكن تكون معوقات نلاقيها في التنمية، أو ممكن تكون بالمقابل في عندك حوافز. فالحوافز ممكن تكون يعني خلينا نقول صفرية، اللي هي ما بترفع من الدخل القومي، ولكن أثرها كله بيرجع على نسميه الجانب التوزيعي. الجانب التوزيعي يعني اللي هو الحوافز اللي بتعود على الأفراد ويتم توزيعها، ممكن يكون بعدالة أو بغير عدالة، ولكن هي ما بتأثر كتير على الدخل القومي. الحوافز الإيجابية اللي هي بتأثر على الدخل القومي. فإحنا ليفنشتاين يعني أعطى هون فكرتين، إنه في إشي بيأثر على الدخل القومي، في شيء ما بيأثر على الدخل القومي اللي هو بيتم توزيعها. طبعا هذا حسب، بتعرفوا، حسب نظام البلد إذا هو كان اشتراكي أو رأسمالي. هلأ نيلسون حكى إنه في 4 شروط اجتماعية وتكنولوجية بتوصلنا لهاي النظرية، نظرية نيلسون، اللي هو موضوع الارتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل النمو السكاني. يعني بمعنى يمكن كل ما زاد معدل نمو السكان بجوز مستوى الدخل الفردي منطق إنه يقل. عشان هيك كتير الدول النامية أو الدول اللي عم تنحى نحو التقدم عم بتحاول إنها تعمل نوع من يعني تنظيم للأسرة، وخلينا نقلل معدلات نمو السكان حتى يكون في إمكانية أكثر، لأنه في ارتباط يعني مباشر. موضوع انخفاض العلاقة بين الزيادة في الاستثمار والزيادة في الدخل، أكيد كل ما زاد دخلي أنا بقدر أستثمر أكثر، زاد دخلي بقدر أعمل مشروع، بقدر أفتح أعمل ريادي، كثير في أفكار ممكن تشتغل عليها لما بزيد الدخل. كمان تنبه نيلسون لفكرة مشكلة ندرة الأراضي، إنه الأراضي اللي بتكون قابلة للزراعة في المناطق النامية بالذات أو في المناطق اللي فيها مشاكل يعني خلينا نقول جيوغرافية، هذه ممكن تأثر على الزراعة اللي هي كواحدة من خلينا نقول العناصر الأساسية في الإنتاج. وموضوع عدم كفاية طرق الإنتاج، يعني بمعنى لسه إحنا ما تطورنا وما عم نستخدم طرق الإنتاج المتقدمة، ممكن يكون التكنولوجية في هذا الموضوع. موضوع نظرية الدفع القوية كمان هون أذكركم إنه هي بتمثل هاي النظرية يعني فكرة كتير مهمة، إنه في حاجة قوية أو لا لا أو لازم يكون في عنا دفع قوية أو برنامج كبير ممكن يكون كتير مكثف، يعطيني الحد الأدنى من الاستثمارات حتى نقدر نتغلب على العقبات. وهاي اللي بيركز عليها يمكن جلالة الملك إذا نحكي في الأردن، إنه بدنا نركز على دفعة قوية، بمعنى إنه يصير في استثمار أكثر،
كيف شو هي العقبات التنمية، دائما بيحكي عنها كان جلالته، إنه إيش هي العقبات التنمية، كيف لازم نتغلب عليها، شو المسار النمو الذاتي، كيف بدي أخليه يفرق ويتغير حسب، يعني روزنشتاين بيحكي عن أنواع مختلفة من عدم القابلية للتجزئة وما يسمى بالوفر الخارجي، يعني بمعنى ما بنقدر نفرق أو نفصل هاي عن هاي. إذا كان في عندي زي ما قلنا قبل شوي دخل بقدر أستثمر، ونفس الإشي عدم قابلية دالة إنتاج للتجزئة وموضوع قابلية الطلب للتجزئة، يعني إذا أنا بدي يزيد طلبي على العناصر الاقتصادية الموجودة حتى أكون قادرة على أدخر أكثر وأستثمر أكثر. هاي النقاط إنه مرات بيكون إحنا ما بنقدر ناخدها in parts، يعني في أجزاء، فبتيجي مثلا بشتري السيارة ككل، ما مثلا في فكرة تانية إني أشتريها أجزاء، مثلا إني أجزئها. حتى هذا الحكي بيصير سواء بالطلب أو بالادخار. موضوع النمو المتوازن اللي هو بتطلب أكثر توازن بين كل الصناعات، موضوع السلع، الاستهلاكات، الصناعة اللي بتعتمد على رأس المال، كلها هاي، يعني إنه كيف ننظر إلها بشكل متوازن بين الصناعة والتجارة، عفوا الزراعة. يعني في السابق كنا مركز أكثر على الزراعة، هلأ كيف إنه نتحول من زراعي، من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي. هذا بده يكون يعني في خلينا نقول رياده، وفي صناعات مبتكره وشيء جديد حتى نساهم. النمو غير المتوازن اللي هي دخلت في موضوع يعني الاتجاه اللي بيكون مختلف لفكره النمو المتوازن او هو مغاير لها، بمعنى انه الاستثمارات بنخصصها لقطاعات معينه، ما بنعطيها للكل مع بعض، يلا نستثمر في كل إشي في كل القطاعات، لا بنيجي بنقول هلا بدنا نستثمر في هذا العام كأولوية مثلا في قطاع السياحة أو في قطاع الصحة، زي ما هلا إحنا بسبب الأزمة عم نركز أكثر شيء يمكن الاستثمارات عم تحكي على موضوع الصحة كأولوية، and then عم نحكي موضوع التعليم لأنه هو أكثر إشي تضرر، وهكذا. مش أولويتنا بجوز السياحة، بس مثلا في دول عندها إمكانيات مالية أفضل، مثلا مثل السعودية، مثل دبي أو الإمارات، عملت اهتمام أكثر مثلاً بقطاع السياحة. شوفوا هلأ اللي بيحضر قنوات مثلاً مثل السعودية بيشوف قديش بدعوا على سبيل المثال في موضوع القطاع المتعلق في الصناعات الجديدة، في موضوع الطاقة المتجددة، موضوع البيئة مثلاً، يعني في أهداف تنموية اشتغلوا عليها أكثر من أهداف يعني يمكن ما كنا إحنا مش ممكن هلأ نحلم نفكر فيها مثلا في الأردن، لأنه في عنا أولويات بسبب الوضع المالي وهكذا. فإحنا مثلا أولوياتنا لا نزال بنحكي في الصحة وفي التعليم. هلأ بالنسبة لدول عندها إمكانيات مالية، هذا بالنسبة لهم ABC، يعني مفروغ منه ومعمول وما عندهم مشكلة فيه، عم بيعملوا إشي أكتر من هيك. هلأ كله بغير، بيأثر على السياسات الإنمائية، إنه في مشاريع بتستهدف سياسات إنمائية معينة، مثل مثلا تشجيع الاستثمار، ممكن كيف أنا أحاول أستثمر من خلال مثلا وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وفر خارجي مثلا من الدعم الخارجي، كيف المشاريع أستخدم الوفر الخارجي بحيث إنها تخلق لي مزيد من المشروعات. ممكن النمو المتوازن اللي هو اللي إحنا بنعرف إنه هو عكس النمو الغير متوازن، أو خليني أفضل هون أكتبها غير المتوازن. أوكي، نظرية ميردال اللي بتحكي إنه التنمية الاقتصادية هي نتيجة لعملية سببية، يعني بيحكي بفكرة الـ cause and effect أو ما يسمى بالـ causal relation، اللي هي عملية دائرية إنه في سبب ومسبب. مثلا إذا في أشخاص أغنياء، كيف هذا يعني جهودهم أو ضخهم في الاقتصاد كيف ممكن يؤثر على الآخرين؟ إذا كان في ناس يعني مش عم بيشتغل بشكل، خلينا نقول ناس مثلا متخلفين في الاقتصاد مش عم بيشتغلوا في الاقتصاد، كيف هذا ممكن يأثر عليهم إذا كان في جهود تنموية من قبل الأغنياء وهكذا. هاي باختصار النظريات يعني موجز عنها، كمان حبيت أعطيكم إياه. إحنا بنوقف هون وأسمع إذا في عندكم أي سؤال، أنا هلأ بحط لكم إياه الملف هذا.